السلام عليكم البنات، من ان شاء الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وتكونوا في احسن حال باذن الله. اليوم البنات جبت لكم جوج الوصفات لتبييض الاسنان، وصفتين طبيعيتين. المكونات ديال هذه الوصفه موجوده في جميع البيوت تقريبا. البنات قبل ما نتكلم لكم على الوصفه، بغيت نقول لكم بان ضروره الاهتمام بنظافه الاسنان. اولا النظافه ديال الاسنان خاص تكون 3 مرات يوميا، هاد الشيء الكل عارفه، ولكن غير كنذكر قبل ما نبدا الوصفه ديالي، كنعرفوا كلنا ان الابتسامه ملي كيكونوا عندنا اسنان بيضين ونقيين صراحه كتعطينا واحد الثقه اكثر. كلنا كيعرف ان الابتسامه شي حاجه اللي هي زوينه، كتعطي واحد الاشراقه على الوجه ديالنا وكتزيد الجمال جمال. البنات هاد الوصفه ديال اليوم مكونه من الوصفة الأولى مكونة من الكركم، الكركم طبيعي. البنات اللي بغات تشري الكركم، بالنسبة للبنات اللي كاينين في المغرب ولا البلدان العربية، اللي بغات تشري الكركم كتمشي عند العطار وكتشد عنده الكركم جذور، كطحنو عنده، يعني كطحنو يطحنوا ليها قدامها باش تاكدوا البنات بان راه خديتوا كركم طبيعي 100%، لان ملي كتشروه مطحون جاهز ما نتوما ما لكمش متاكدين انه كركم طبيعي 100%، يقدر يكون مغشوش. اذا البنات شرو الكركم وطحنوه، يطحنوا لكم العطار قدامكم. هذا هو المكون الاول، الكركم. كنعرفوا بان الكركم معروف بمزاياه الطبيعيه للصحه، مفيد جدا للصحه ومفيد جدا لتبييض الاسنان. يمكنكم حتى تناولوه، راه مفيد جدا 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 للصحه ديالنا. ما يمكن لكمش البنات تخيلوا الفوائد اللي فيه صحيه. المكون الثاني اللي عندي في هذه الخلطه هو زيت الكوكو. زيت الكوكو البنات راه مفيد لتبييض الاسنان. بالنسبه للكوكو تقدروا تستعملوه مع الصباح بكري، تشدوا منه نصف ملعقه وديروا بها غرغره، ديروا في الفم ديالكم وتخلوه، تقدروا تصبروا الا قدرتوا تصبروا عليه 5 دقائق 10 دقائق، تخلوه في الفم ديالكم، راه مبيض للاسنان، مفيد للثه، مبيض للاسنان وزوين زوين زوين للاسنان. الو نبداو بالوصفه ديالنا الاولى. هنا البنات غادي نشدو ملعقة ديال الكركم. الكركم البنات ملي كيكون طبيعي 100% راه كيكون اللون ديالو برتقالي، ما كيكونش اللون ديالو اصفر، كيكون برتقالي على هذا الشكل هذا. الو غادي تشدو ملعقة ديال الكركم، نتوما ديروا الكمية اللي بغيتو، ديروا ملعقة، ديروا ملعقتين، الكمية اللي بغيتو نتوما ديروها. انا باش نوريكم الوصفة ندير ملعقة. غادي نزيد ملعقة ديال الكوكو، زيت الكوكو. غادي ندمجوا هاد المكونات البنات مزيان. ندمجوا هاد المكونات هادي مزيان، تتحصلوا على واحد الخليط يكون متجانس. الا شفتوا ان الكركم قليل ولا الكوكو قليل ضيفوا، نتوما عينكم ميزانكم، شوفوا الكميه اللي بغيتوا ديروا. شفتوا البنات كتحصلوا على واحد العجينه بحال هكا، هاد العجينه خاصها تكون بحال هكا، كتكون العجينه. البنات كيفاش غادي تستعملوا هاد الخليط هذا الاسنان ديالكم؟ صراحه انا كل مره كنبغي ننظف الاسنان ديالي كندير في عندي شيتا ديال السنان خاصه بهذا الخليط هذا، كننظف هي الاولى بالكركم، كندير واحد الكميه في الشيتا ديال السنان وكننظف بها مزيان سناني وكنخليه واحد شويه في السنان ديالي، ومن بعد كننظف بمعجون الاسنان. تقدروا تستعملوا طريقه اخرى. هذا الخليط هذا غادي تشدوه،
غادي ديروا على الاسنان ديالكم، ديروه بحال هكا، ديروا شي كريم على الاسنان ديالكم، كلشي الاسنان ديالكم من فوق ومن تحت. وغادي ديروا اما ديروا ورق الالومنيوم، غادي تغطوا به هذاك الخليط على اسنانكم وغادي تصبروا عليه، يعني تقدروا تصبروا عليه الا قدرتوا 10 دقائق ولا ربع ساعه، راه مزيان البنات، راه هكا كيفيد الاسنان ديالكم اكثر. هذه هي الطريقه البنات، تقدروا تستعملوه في كل مره كتغسلوا سنانكم 3 مرات في اليوم، وغادي تلاحظوا الفرق صراحه. هذه الخلطه هذه يعني كتبين لك فرق في اللون ديال الاسنان ديالك، كيبداو الاسنان ديالك شويه بشويه كيولي عندهم واحد اللون ابيض. ولكن يا البنات مداومه على هذه الخلطه، ماشي ديروها واحد النهار ولا جوج ولا سيمانه وتخلوها، داوموا عليها، راه صراحه واعره واعره هذه الخلطه. جربوها ان شاء الله، نتمنى لكم تجربوها باذن الله. دابا البنات ندوزوا للخلطه الثانيه. الخلطه الثانيه البنات مكونه من اللي كتعرفوا الفاخر اللي كيتباع في الصيدليه، ماشي الفاخر اللي كنشرو باش نشوي به اللحام ولا باش نشوي به الحوت ولا لا، ماشي الفاخر هذاك اللي كنستعملوه في الطياب، ولكن غتجيبوا الفاخر اللي كيتباع في الصيدليه. الفاخر غتمشيو عندهم غتقول لهم بغيت الشاربون، الشاربون اللي بالنسبه للناس اللي عندهم الغازات في الامعاء كيستعملوا هذا الشاربون، هذا الفاخر هذا. خاصكم تجيبوا اللي طبيعي كيتباع في الصيدليه الا بغيتوا ديروا الاسنان ديالكم، هو هذا البنات. اذا غادي تشدوا هاد الكبسولات، هو راه على شكل كبسولات هكا، غتشدوا هاد الكبسولات هادو راه كيتفرغوا، كتحلوهم نديروا بهم شويه ديال الروينه هنا. المهم البنات هادو راه كيتفتحوا، شفتوا ها، كتخو داك البودرة اللي كاينه في الكبسولات كتخوها، شفتوا البنات كيفاش دايره، هي هذه كتكون هكا. معايش غادي نخلطوا هاد لو شاربون، هاد لو شاربون غادي نخلطوه مع زيت الكوكو، نفس الطريقه بالنسبه للكركم. انا نعطيتكم جوج خلطات، نتوما تختاروا الخلطه اللي بغيتوا، لان حتى هذه ديال 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 الشاربون ديال الفاخر الطبيعي راه حتى هي مبيضه، دابا راه دايره الا شفتوها، الا شفتو في الانترنيت، الا مشيتو لهادشي ديال باش تشرو معجون الاسنان ولا مشيتو للمحلات راه كتلقاو دابا ولا كلشي كيبيع معجون ديال الشاربون ديال الفاخر، لان فعلا حتى هو مبيض. البنات غادي تخلطوه مع الكركم نفس الشيء، غادي تخلطوا هذا الخليط مزيان حتى يولي عندكم خليط متجانس. شفتوا البنات كيولي بحال هكا، طبيعه الحال ما غاديش ديروا واحد الكبسوله، غادي ديروا اكثر. انا غير باش نوريكم هنا، يمكن لكم ديروا 9 الكبسولات، الا جبتوا هاد الكبسولات هادي ديروا 9 ولا 10 ولا المهم على حسب الكميه اللي نتوما بغيتوا عينكم ميزانكم، راه هذا طبيعي 100%، ما غاديش يضركم، ما يضرش واخا تبلعوا منه شي حاجه، راه ما يدير لكم حتى شي اضرار جانبيه. اذا البنات نفس الطريقه، حتى هذا غادي تستعملوا بنفس الطريقه اللي غادي تستعملوا الكركم، تقدروا ديروا هادو بجوج، انا كنديرهم بجوج، مره كندير الكركم ومره كندير هذاك، هكا كنحصل على نتيجه سريعه، يعني مره ندير الكركم مره ندير الشاربون. غديروا نفس الطريقه البنات، غسلوا سنانكم، ديروا هي الاولى هذا في الفرشه ديال الاسنان، تنظفوا بها سنانكم مزيان وتخلوه واحد شويه، من بعد غادي تنظفوا سنانكم بالمعجون، معجون الاسنان. ولكن البنات ردوا البال ما تبقاوش ديروا بزاف ديال المعجون، لان صراحه راه معجون ديال الاسنان راكم عارفين فيه مواد غير طبيعيه، ما تكثروش منه بزاف، ديروا منه غير واحد شويه، واحد النقطه في الشتاء ديال السنان ديالكم. ومره مره استعملوا السواك، راه صراحه راه السواك راه طبيعي ومفيد للثه ومفيد للاسنان، وحتى بالنسبه للولاد ديالكم ملي يبغوا يغسلوا السنان ديالهم يعني راقبوهم، ما تخلوهمش يديروا بزاف ديال المعجون الاسنان، لان الاغلبيه ديالهم كيسرطوا داك المعجون ديال الاسنان ويقدر يسبب لهم مشاكل صحيه. البنات هكا
انا كملت الوصفه ديالي، نتمنى ان شاء الله تجربوها، ولا كتعرفوا شي حد تبارطاجوا معاه هاد الوصفات بجوج باش الكل يستافد ان شاء الله من هاد الوصفات هذه. البنات اللي عجبكم الفيديو ديروا جيم وديروا ابوني الا مازال ما تابونيتي لاشين ديالي. البنات خليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.